10 والسابعة ونصف من رؤيا، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الوزراء يقول إن الأردن ليس عضوا في أي تحالف إقليمي ضد داعش وأنه لن يخوض حرب الآخرين. مجلس الوزراء يحيل التعديلات التي أقرها على نظام الخدمة المدنية إلى اللجان المختصة. طلبة الجامعات الجدد يبدأون اليوم إجراءات التسجيل للالتحاق بالدراسة، والوزارة تعلن أسماء المقبولين بقائمة مسيئي الاختيار. الجيش العراقي ومسلح العشائر يبدأون هجوما واسعا على مواقع الدولة الإسلامية في الأنبار. تسليم بدل دعم المحروقات للقطاع العام قبل نهاية الشهر. أهلا بكم إلى هذه النشرة التفصيلية من رؤيا. قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور إن الأردن ليس عضوا في أي تحالف إقليمي ضد داعش وأنه لن يخوض حرب الآخرين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء لوسائل إعلام عربية عقب انتهاء مؤتمر حول التعديلات الدستورية عقد في مركز القدس للدراسات السياسية اليوم. وكان رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر على أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للانتخابات بداية العام المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجلس الوزراء لم يناقش بعد أي مسودة لمشروع القانون. وأضاف لنصور خلال مؤتمر حول التعديلات الدستورية عقد في مركز القدس للدراسات السياسية أن التعديلات الدستورية هي خطوات هامة في عملية الإصلاح السياسي، وأولها ما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب وتوسيع دورها لتشمل الانتخابات البلدية. وبحث نواب وأعيان وممثلون عن أحزاب أردنية خلال المؤتمر التعديلات الدستورية الأخيرة وعملية الوصول إلى حكومة برلمانية بهدف تحقيق توافق وطني بشأن التعديلات الدستورية الأخيرة وصولا إلى الحكومات البرلمانية. بدوره قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن التعديلات الدستورية الأخيرة أثارت بعض الجدل في المجتمع الأردني لسرعة إنجاز هذه التعديلات دون أن تفسح المجال أمام المجتمع المدني والسياسي بمناقشتها والوقوف على مغزاها. هذه خطوة بل خطوتان هامتان في الإصلاح السياسي، هذه خطوات إضافية. أهم ما فيها أنها حدثت مبتدئين بالهيئة المستقلة للانتخاب، لأن الهيئة المستقلة للانتخاب محصور عملها في الدستور كما تعلمون، كان في الانتخابات النيابية إدارة وإشرافا، وفي الفقرة من الدستور اللي بتحكي عن الهيئة المستقلة بتقول كما أنها تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. صار في إشراف في إدارة في حالة النيابة، صار في إشراف فقط في حالة ما خلا ذلك. إذن في فرق بين الإشراف والإدارة. طيب وين بتلاقي تفسير للفرق؟ ما فيش في المرجعية، العبارة غامضة. توسعنا قلنا تدير الانتخابات النيابية، تدير الانتخابات البلدية أيضا، وثالثا تدير ما شابهها من الانتخابات. أحال مجلس الوزراء التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية إلى اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع في ضوء الملاحظات التي أبداها المجلس على تلك التعديلات. التعديلات الجديدة التي جاءت بعد اعتراضات على النظام الحالي شملت 21 مادة من النظام وأبرزها:
الاعتراض على قرار الخصم من الراتب في حال منح الموظف إجازة مرضية تقل عن شهر، حيث نص التعديل المقترح على المادة 111 على أنه إذا كانت الإجازة المرضية أكثر من أسبوع وأقل من شهر لا تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازات الموظف السنوية أو من راتبه إذا استنفد إجازاته بشرط أن تكون مقرونة بتقرير طبي من اللجان المختصة. كما أدخل المجلس تغييرات على شروط منح الموظف لراتبه الأساسي وعلاواته، حيث بيّنت التعديلات أن الموظف لا يستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع. وبخصوص العلاوات الممنوحة للموظفة أصبحت تدفع في حالات محددة، كأن يكون الزوج مقعدا بشكل دائم، أو كانت الموظفة أرملة معيلة لأولادها، أو مطلقة معيلة لأولادها، على أن تقدم ما يثبت ذلك سنويا. وحدد مجلس الوزراء وقت تفعيل العلاوات للموظفين، حيث نسبت التعديلات بأن يبدأ منح الموظف علاواته اعتبارا من تاريخ مباشرته لعمله. وكذلك حددت التعديلات شروط ترفيع الموظفين، حيث أجازت التعديلات ترفيع الموظف أو الموظفة وفقا لعدة شروط، منها أن يكون حاصلا على تقدير في التقارير السنوية عن آخر سنة بدرجة ممتاز، وأن لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة المباشرة لها عن درجة جيد جدا، ولم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام. بدأ طلبة الثانوية العامة اليوم الذين استوفوا كافة متطلبات النجاح بدأ التسجيل في الجامعات الأردنية كل حسب التخصص الذي قبل فيه. وفي ذات السياق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم قائمة أسماء الطلبة مسيئي الاختيار ليتمكنوا من الالتحاق بجامعتهم. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. ما أن أعلنت نتائج الثانوية العامة بما حملتها من مفاجآت للجميع، حتى بدأ الحديث عن الجامعات وأسس القبول فيها في ظل تلك الأعداد المتواضعة من الناجحين مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا ما انعكس على نتائج القبول الموحد، حيث انخفضت أعداد المقبولين ضمن قائمة القبول الموحد بنسبة 45% مقارنة مع العام الماضي، حيث قبل هذا العام 24,451 طالبا وطالبة من أصل 36,552 طالبا وطالبة. حقيقة كانت النتائج هذا العام مشجعة جدا، مشجعة من حيث أنه بدأنا نلتزم بالطاقات الاستيعابية للجامعات، وبدأ التركيز أيضا على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ونتجاوزنا التخصصات المشبعة والتخصصات الراكدة. وقبل يوم من بدء تسجيل الطلبة في الجامعات الرسمية على نظام التنافس، أغلق اليوم السبت باب تسجيل الطلبة للجامعات في البرنامج الموازي، وبحسب رأي بعض الطلبة أن السبيل الوحيد لدراسة التخصص المطلوب في الجامعة المطلوبة هو الدراسة على حساب البرنامج الموازي. قدمت هندسات الأردنية والهاشمية في القبول الموحد وما طلع لي تنافس، طلع لي موازي. أنا كنت متوقع يطلع لي تنافس لأنه كان معدلي جيد، بس للأسف الحمد لله يعني طلع لي موازي وأنا مش يعني كثير راضي الصراحة. قدمت للقبول الموحد هندسة ميكانيكية بالجامعة الأردنية، والحمد لله طلع لي التخصص اللي أنا راغب فيه وأنا اللي بدي إياه، وهينا سجلنا وقدمنا امتحانات المستوى، بس ضال علينا أنه أخذ جدول الامتحانات إن شاء الله. الجامعة الأردنية وتحديدا اتحاد طلبة الجامعة فيها أطلق مبادرة لمساعدة الطلبة في إجراءات تسجيلهم للجامعة، وهذا ما لاقى قبولا ورضا من الطلبة وأولياء أمورهم. أنا اليوم مثلا جيت أقدم لبنتي بالموازي بالجامعة، من أول ما دخلنا بوابة الجامعة باستقبال كان كتير كويس، طبعا بيسألوك وين بدك تروح، بيدلوك على أي موقع بدك إياه، لدرجة إنهم بيوصلوك للمكان. مبادرة اختار صح كانت تسهل على الطلبة وما زالت تسهل على الطلبة آلية التسجيل من القبول الموحد إلى عمادة شؤون الطلبة وحتى تسجيل امتحانات الكفاءة. حاولنا قدر المستطاع بأن يكون عدد المندوبين للإرشاد عدد كبير حتى يسهل على الطالب آلية التسجيل.
رياح نتيجة الثانوية العامة وسفن القبول الموحد لم تأتي وحدها على عكس ما يشتهي الطلبة، بل إن سوء اختيارهم للتخصصات الجامعية كانت سبباً آخر لعدم توفيقهم في القبول بالجامعات، وهذا ما أكدته الأرقام الرسمية التي كشفت عن وجود 2400 طالب وطالبة ممن أساءوا الاختيار للتخصصات الجامعية، في حين ترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سياسة وزارة التربية والتعليم في تجديد الرقابة على الثانوية العامة ساهم في تخفيف الضغط عن الجامعات الرسمية التي تعاني أصلا من وجود 60,000 طالب وطالبة فوق الطاقة الاستيعابية لها. رعد بن طريف، رؤيا. سادت حالة من الهدوء في منطقة شارع الجامعة في محافظة إربد بعد أن تسببت مشاجرة عشائرية بمقتل أحد المواطنين الذي أصيب بأداة حادة في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقله إلى أقرب مستشفى للوقوف على أسباب الوفاة. المشاجرة التي لم تعرف أسبابها حتى اللحظة استدعت تدخل قوات الأمن العام وقوات الدرك التي تواجدت بكثافة بمنطقة شارع الجامعة في إربد مكان وقوع المشاجرة. وصل إلى رؤيا بيان من والد المواطن الأردني المعتقل في السعودية فادي علي مسلم، أوضح فيه حيثيات اعتقال ولده أستاذ الرياضيات في جامعة الملك سعود في الرياض، وناشد فيه جلالة الملك عبد الله الثاني بالتدخل للإفراج عنه. وقال والد المعتقل في البيان إن ولده اعتقل منذ 6 أشهر عقب مشادة كلامية بين ولده وضابط بالحرم المكي أثناء قيامه بأداء مناسك العمرة، حيث تم تحويله على إثرها إلى المركز الأمني في مكة المكرمة ثم إلى سجن ذهبان السياسي، رغم أن التحقيق الذي لم يتجاوز النصف ساعة معه انتهى بما مفاده الإفراج ومعاودة العمل بحسب البيان. وأضاف والد فادي أنه قام بمراجعة الدوائر الحكومية المختصة والتوجه إلى وزارة الخارجية 8 مرات، مشيرا إلى أن رد الوزارة في كل مرة كان أنها تتابع الموضوع. يذكر أن المعتقل فادي مسلم مضرب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي. أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن البدء برصد مؤشر واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي في عام 2014، ويسعى المركز بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي إلى كشف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من خلال استمارة سيتم توزيعها على الإعلاميين في المؤسسات العربية. وأكد المركز أن تقرير حالة الحريات في الدول العربية للعام الحالي سيعتمد على نتائج هذه الاستمارة. هو راح يكون مؤشر بيعطي نقاط لمجموعة من المحاور اللي بتضمنها استمارة طويلة جدا اشتغل عليها خبراء، وهذا المؤشر راح يكون جزء من تقرير حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي. فراح يكون في عندنا مثلا محور عن البيئة السياسية، راح يكون في محور عن البيئة التشريعية، راح يكون في محور عن استهداف الإعلاميين، محور عن الإفلات من العقاب. كل سؤال في له إطار مرجعي، وبالتالي حيكون في تنقيط من 0 إلى 5. كل واحد بيشوف على ضوء الأسئلة الكاشفة قديش بده يعطي مثلا الأردن في موضوع الاستهداف الصحفيين في حوالي 16 سؤال. بعدين بنجمع كل المجموع، بصير في مجموع كلي وبيتم على ضوء وضع تدرج لحرية الإعلام في العالم العربي. أكدت مصادر في أمانة عمان لرؤيا أن تشغيل خطوط الحافلات المكوكية التي من المقرر انطلاقها قريبا لن يؤثر على خطوط نقل السرافيس العاملة في وسط البلد والتي تخدم عددا من أحياء ومناطق العاصمة. وكان عدد من سائقي السرافيس العاملة في ذات المناطق اشتكوا من أن تفعيل خدمة الحافلات المكوكية سيؤثر على عملهم كونها ستحل مكانها وسيتم تحديد مكان إلزامي لهم للانطلاق. يذكر أن خدمة الحافلات المكوكية هي إحدى المشاريع التطويرية لشبكة النقل والمواصلات التي أعلنت عنها أمانة عمان الكبرى ضمن منظومة تحسين الوضع المروري في وسط المدينة. طبعا ضد نقل السرفيس الأم جمع رغدان،
طبعا احنا بصير ازمه والوقت علينا بطول يعني، والمسافه مكلفه يعني علينا وعلى الراكب. طبعا بدنا نعمل اضراب الشغله هاي لانه احنا ما بنقدر ننزل تحت لانه مسافه بعيده علينا، واحنا يعني تقريبا يعني المسافه كثير كثير يعني، وازمه بشكل رهيب زي ما انت شايف. اذا هي بدون ما ننزل سرافيس طلع كيف ازمه الشوارع ملانه. سرافيسنا بخدم جبل نزال، ركابه بيطلع من جبل نزال على البلد، من البلد على جبل نزال، فكيف بده يركب موصل ثاني هسه من البلد ينزل المجمع عشان يركب معنا، فبكون افضل له ياخذ تاكسي من هون نفس التكلفه بانه يطلع نزال فيه. احنا ضد نقل السرفيس لمجمع المحطه لانه بصير المشوار علينا بعيد كثير، مزين علينا مصروف البنزين، تكاليف بتصير علينا عاليه، وطبعا ما في شغل عندنا بمجمع المحطه، احنا شغلنا هون وسط البلد. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم قافلة مساعدات إنسانية تتألف من 20 شاحنة إلى الأهل في قطاع غزة، مقدمة من عدة مؤسسات محلية من ضمنها مجموعة زين للاتصالات. وقال الأمين العام للهيئة أيمن المفلح إن 12 حافلة من القافلة تحمل طرودا غذائية ومستلزمات طبية وكراسي متحركة وطاولة عمليات سيتم تسليمها إلى المستشفى الميداني العسكري لتوزيعها على المحتاجين هنا، إضافة إلى 8 شاحنات محملات بالحصائر ستشرف الأونروا على توزيعها. اليوم من خلال مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية في طبربور سيتم انطلاق 12 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وليقوموا بتسليمهم بدورهم إلى المستشفى الميداني ليتم تسليمها إلى الجمعيات. عدد الجمعيات اللي اليوم تم تسليمها من خلال المستشفى الميداني تجاوز 250 جمعية، ومستمرين بهذا العمل. أيضا سيتم انطلاق 8 شاحنات محملة بمادة الطحين إلى الأونروا من خلال مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية. ناهيك عن أنه العدد الإجمالي الآن تجاوزنا 500 شاحنة خلال فترة الأزمة، ومستمرين بهذا العمل ومستمرين بتلقي التبرعات أيضا لأنه الأهل في القطاع بحاجة إلى هذا التبرعات. لا يزال النصر الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حديث الشارع، حيث تواصلت المهرجانات والفعاليات الأردنية احتفالا بهذا النصر. التفاصيل في التقرير التالي. استكمالا لفرحة النصر الذي أحرزته فصائل المقاومة الفلسطينية، أقام حزب الوحدة الشعبية ليلة أمس مهرجانا حاشدا بهدف توجيه رسائل بأن المقاومة مستمرة وباقية حتى تحقيق هدفها الأساسي، وهو دحر الاحتلال وتحرير كامل التراب الفلسطيني. كما شارك المئات من أهالي مخيم النصر في مهرجان للاحتفال بالنصر الذي حققته مختلف فصائل المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وعبر المشاركون عن سعادتهم بهذا النصر الذي تحقق بفضل اجتماع كافة الفصائل ووحدتها ضد العدو المشترك، مشددين على أن مسار المفاوضات أثبت فشله، وأن الوطن لا يعود إلا بالقتال والوحدة الوطنية بين كافة فصائل النضال الفلسطيني. وفي الزرقاء وتحت شعار وانتصرت غزة، أقامت الحركة الإسلامية مهرجاناً توافد إليه الآلاف وسط أجواء الفرح بانتصار المقاومة، رافعين شعارات تغنوا فيها بالانتصار الفلسطيني، مرددين هتافات أشادوا فيها بحركة حماس وتضحياتها. أكد الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان أن حرب غزة أثبتت بما لا يدعي مجالا للشك فشل نهج المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف عطوان في محاضرة ألقاها على هامش معرض عمان الدولي للكتاب أن إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على اتباع نهج التفاوض مع المحتل الإسرائيلي أثبت فشله. وأشار عطوان إلى أن المقاومة الفلسطينية في غزة ببسالتها وبما أوقعته من خسائر في صفوف العدو أعادت التفاف القواعد الشعبية حول نهج الكفاح المسلح، مضيفا أنه هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق رغم ما يخلفه من خسائر في أرواح المدنيين والبنى التحتية. وأكد عطوان أن الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل هي كلمة السر في دحر الاحتلال. أنا داخل قطاع غزة.
الإرادة غزة أثبتت أنها تنتصر على دبابة المركافة، غزة أثبتت أنها تنتصر على الاف 16 والاف 15 والاف 17 وكل الافات هاي اللي عندهم. غزة أثبتت أنها لا تخاف ولا ترتعب. حاولوا إرعابها، قتلوا الأطفال، ولم تتزحزح أبدا، ولم تستسلم أبدا، ولم ترفع الراية البيضاء أبدا، ولم تستعن بأي زعيم عربي على الإطلاق لمدة 50 يوما، وهي تحت القصف لم تكن مطلقا أين العرب ولا أين الزعماء العرب. قالت لا، نحن هنا قادرون على المقاومة وعلى الصمود. هذه يا غزة. أهلا بكم من جديد. قدر رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للإعمار بكدار محمد شتية التكلفة الإجمالية لعملية إعادة إعمار وتنمية غزة بنحو 7 مليارات و800 مليون دولار جراء الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها قطاع غزة لعدوان إسرائيلي، ولكنها بلا شك الأعنف، حيث قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الأخير بحوالي 4 مليارات دولار ونصف، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للأغراض التنموية حوالي 3 مليارات دولار، بما يشمل الميناء ومحطة تحلية المياه. هذه المرة كان الدمار بالمجمل العام أصاب بشكل أساسي منشآت القطاع الخاص، والدمار الأكبر كان في البيوت ومنشآت الاقتصادية من مزارع ومصانع وغيره، وأيضا منشآت عامة، والملفت أيضا كان الهجوم على المساجد والكنائس والمدارس والجامعات وغيره، إضافة إلى تضرر شبكات المياه والطرق. وكأن زلزالاً قد ضرب القطاع ليقلبه رأساً على عقب، فقد قدرت كمية الركام جراء العدوان على غزة بمليوني طن، وعملية إعادة الإعمار والتنمية للقطاع مرتبطة برفع الحصار كلياً. تم ربط 3 مفاصل بعضها ببعض، عملية الإغاثة، عملية إعادة الإعمار، وعملية التنمية وتطوير قطاع غزة. لكي تنجز عملية إعادة الإعمار بالنسبة لنا لابد من رفع الحصار عن قطاع غزة، والشيء الآخر لابد من فرض سلطة السلطة لتصبح مسؤولة كاملة عن كل مناحي الحياة في قطاع غزة. غزة المنكوبة بحاجة إلى توفير الاحتياجات الفورية لأهلها، كتوفير المأوى للعائلات المشردة وإصلاح الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما وأنها تعاني من مشكلة كارثية في المياه، حيث يحتاج القطاع إلى 55 مليون متر مكعب من المياه لا يصل منها سوى 10 مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر المانحين الشهر القادم في مصر لتقديم الدعم لإعادة أعمار غزة. نبال فرسخ، رؤيا. ننتقل الآن ليلى إلى الأخبار العربية، حيث اختار ائتلاف الوطني العراقي رئيسه إياد علاوي رسميا لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية. وأعلن الائتلاف العلماني أن اختيار علاوي لهذا المنصب يساهم بإعادة تنظيم مشروع المصالحة الوطنية في العراق وإنقاذ البلاد من الفوضى التي تعيشها نتيجة للسياسات الخاطئة لنور المالكي، حسب ما أكد بيان صادر عن الائتلاف. هذا ويواجه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة وسط تنازع القوى السنية والشيعية السياسية على حقيبتي الداخلية والدفاع. قتل 18 عنصرا في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية عسكرية واسعة شنها الجيش العراقي بمساندة مسلحي العشائر السنية في عدد من المناطق في الأنبار شرق العراق. وأوضح رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أن عناصر الجيش ومسلحي العشائر بدأوا فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع تنظيم الدولة في قضاء حديثة وفي مدينة الفلوجة.
وإلى سوريا وتحديدا في الرقة شمال شرق سوريا، قتل 15 عنصرا في تنظيم الدولة الإسلامية، وأصيب العشرات في قصف شنته مقاتلات سورية على عدد من المناطق في المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من الجيش دمرت مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في عدد من المناطق في الرقة، وأنه تم القضاء على عدد منهم. في غضون ذلك قالت سنة أن الجيش السوري استهدف تجمعات لمسلحي المعارضة في إدلب وحلب وحمص ودرعا وأريافها، غير أن قصف الجيش السوري تركز في حي جوبر بالغوطة الشرقية لدمشق. وفي هذه الأثناء تجددت المعارك الضارية في ريف القنيطرة الجنوبي بين وحدات الجيش السوري ومسلحي جبهة النصرة، فيما أكد شهود عيان أن الطيران السوري قصف عددا من المواقع في المنطقة تمهيدا فيما يبدو لهجوم يرى أو واسعا يهدف إلى استعادة السيطرة على تلك المنطقة. نعم ندين، وإلى اليمن، قتل 20 جنديا يمنيا و37 حوثيا في مواجهات بين الجانبين في محافظة الجوف في شمالي البلاد. وقالت مصادر محلية في الجوف إن معارك جرت خلال اليومين الماضيين في منطقة وادي إيبر بمديرية الغيل بالجوف، وشن مسلحو الحوثي 6 هجمات متفرقة على مناطق في مديرية الغيل واستخدموا فيها الأسلحة الثقيلة. وذكرت مصادر عسكرية إنه تم الاتفاق على هدنة لمدة ساعات قابلة للتمديد من أجل إخلاء جثث قتلى الاشتباكات وإسعاف الجرحى في الجوف. وإلى مصر، أحال النائب العام المصري هشام بركات اليوم الرئيس الأسبق محمد مرسي و9 آخرين إلى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامات بتسريب معلومات أمن قومي إلى قطر والتخابر معها. وقال بيان صادر عن النائب العام المصري إن هذه القضية أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد بحسب البيان. وقال النائب العام في بيانه إن الرئيس المعزول محمد مرسي سلم أسرار الأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية من خلال 8 جواسيس مقابل مليون دولار. ولفت البيان إلى أن من بين الوثائق المهربة تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة من الجهات السيادية وأسرار الدفاع. شارك فريق من الصقور الملكية الأردنية في استعراض جوي في مدينة ليفركوزن الألمانية، حيث لاقى عرض الفريق إعجابا كبيرا من قبل الحضور. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. 11,000 متفرج في مدينة ليفركوزن الألمانية تابعوا عرضا جويا قدمه نادي المدينة للرياضات الجوية بمشاركة فريق من الصقور الملكية الأردنية الذي يتكون من 5 طائرات إكسترا 300 بقيادة المقدم محمد الجالودي ومشاركة قائد السرب نوفان لغرير والطيارين عدي القرالي وأحمد لقضى. الحاضرون أبدوا إعجابا شديدا بعرض فريق الصقور الملكية الذي قدم استجابة لدعوة وجهت للفريق من نادي باير ليفركوزن، حيث إن هذه المشاركة ليست إلا واحدة من عدة عروض فردية وجماعية قدمها فريق الصقور الملكية حول العالم بهدف التعريف بالأردن تاريخا وحضارة وشعبا. والآن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تم تداوله فيها. انطلقت أمس في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان فعاليات مهرجان فكر جديد الذي تنظمه مؤسسة الجود بالشراكة والدعم من قبل مجموعة من الرعاة منهم رؤية، حيث تضمنت فعاليات الأمس والتي تواصلت اليوم على العديد من الفعاليات والأنشطة من محاضرات وجلسات تدريبية وحوارية أيضا حول العديد من المواضيع وبمشاركة مجموعة من المتحدثين والمتخصصين
كل في مجاله. نعم ليلى، وبهذا الخصوص عمر بلتاجي غرد عبر تويتر مقدما الشكر لرؤيا على هذه التغطية الجميلة، وسيما وأن حلقة حلوة يا دنيا كانت من موقع المهرجان، حيث قال: شكرا لقناة رؤيا على هذه التغطية الجميلة لمهرجان الفكر الجديد فكرستان من داخل مجمع الحسين للأعمال. نعم، ماهر قدورة طبعا وهو مؤسس المهرجان بين أن عدد من الذين حضروا في اليوم الأول كان 7000 شخص لقوله في تغريدة عبر تويتر: اليوم الأول لفكر جديد، نعم فوق 7000 شاركوا، والأكثرية خرجت متقدمة مترا واحدا للأمان في رحلة النجاح لهم، وأيضا أنهم سيحددوا الوجهة والسرعة. نعم، بالمقابل ليلى ولاء أبو دياك كتبت في صفحتها على الفيسبوك بأن المهرجان لم يكن كما تم الترويج له، وبرأيها فالطابع كان تجاري، غلب الطابع التجاري غلب الطابع الفكري، حيث قالت: مهرجان فكر جديد مؤسف ومخيب للأمل من واقع اليوم لهذه السنة، الفوضى كانت عارمة، محتوى القيمة مختفي، لما الهدف يصير بس ربحي أكيد رح يقلب شركات بتسوق نفسها ومطاعم وتصوير ومظاهر، للأسف قيمة الفكر الجديد كانت غائبة والجواز لم يأخذنا إلى أن إلى حيث نحن من الفوضى وضياع القيمة. هذا كان رأي أبو دياك، ليلى أبو دياك. نعم، ليأتي الرد على أبو دياك من ديب غنمة الذي قال: لا أتفق معك، معظم الحضور طلاب ودخولهم كان مجاني، ولهذا لم يكن الهدف هو الربح. المقابل محمد طحان اعتبر أن واحدة من أهم فوائد المهرجان هي ورشات العمل الصغيرة، حيث قال: من الفوائد الأخرى في فكر جديد ورش العمل المصغرة ساعدت كثير من الشباب على الأقل يبلشوا يفكروا بطريقة مختلفة ويبدأوا أول خطوة. نعم، ومع هذه المقولة الأخيرة نكون قد وصلنا لنهاية فقرة التواصل الاجتماعي، وننتقل الآن مباشرة إلى استوديو نبض البلد والدكتور مهند بيضين. مساء الخير دكتور. مساء الخير ليلى، أهلا بك. ماذا لديك الليلة في حلقة نبض البلد؟ الحديث اليوم سيكون حول قبولات الجامعية، نتائج القبول الجامعي التي ظهرت قبل أسبوع ونصف تقريبا، وانعكاساتها على الطلبة وعلى الواقع بالنسبة للجامعات وأعداد المقبولين في كل جامعة. نعم، كل الشكر لك دكتور مهند بيضين. دقائق وسوف نكون مع هذه الحلقة من برنامج نبض البلد، وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: رئيس الوزراء يقول إن الأردن ليس عضوا في أي تحالف إقليمي ضد داعش وإنه لن يخوض حرب الآخرين. مجلس الوزراء يحيل التعديلات التي أقرها على نظام الخدمة المدنية إلى اللجان المختصة. طلبة الجامعات الجدد يبدأون اليوم إجراءات التسجيل للالتحاق بالدراسة، والوزارة تعلن أسماء المقبولين بقائمة مسيئي الاختيار. الجيش العراقي ومسلح العشائر يبدأون هجوما واسعا على مواقع الدولة الإسلامية في الأنبار. تسليم بدل دعم المحروقات للقطاع العام قبل نهاية الشهر. ولمزيد من المتابعات والأخبار زوروا موقع رؤيا الإخباري www.ruyanews.tv. نشكركم على حسن المتابعة وتصبحون على خير. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.